أهلا وأخيرا فيديو جديد في القناة. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. أول فيديو لي في رمضان، هذه أول سنة أصور معكم وأكون معكم في رمضان، إن شاء الله يعجبكم الفيديو. طبعا بقولكم فكرة الفيديو، فكرة الفيديو راح أرسم رسمة، بس اللي بيتحكم في تلويني هو عجلة الحظ. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك وتشتركون في القناة. اشترك في القناة عشان يعني تدعمني وزي كذا، اساس انزل فيديوهات اكثر ويعني اضبط المحتوى. فايب ليتس جو. راح استعمل هذا الدفتر اللي مره احبه. فايب ايرندا. مين تابع هذا الفيديو؟ شو رايكم؟ بس احسكم اشتقتولها شوي. راح استعمل هذه تثبيت الورقه. صارت هذه رسمة راح ارسمها بس بطريقتي، يعني بغير اشياء فيها. فايب يلا نبدأ. بعد ما انتهيت من الرسمة زي ما انتم شايفين شوي حبيت اضيف لمساتي على الرسمة، ما حبيت انسخها كامل. صار الحين وقت لعجلة الحظ. الان صار وقت لون البشرة، خلينا نشوف ايش بيطلع. تو اقول يا رب مو اخضر. هل لونها اخضر؟ لا ما اقدر، مستحيل. متابعين عادي اعيد ولا مو عادي؟ مو عادي، اوكي. اوه طلع لي اللون الاخضر، صدمة. احط هذا عشان لا تنعدم الورق اللي تحت. راح اجيب درجات الاخضر عشان اضبط البشرة. شايفين درجات الاخضر؟ احس ما يطوعني قلبي ابدا اخذ منها والون البشرة، ما يصير. اخذت هذه الدرجات للبشرة والحين راح ابدا الون البشرة. بعد ما انتهيت من تلوين البشرة زي ما تعرفين شكلها يخوف بشكل مو طبيعي. اوكي ابدأ اول شي اخلص الوجه، يعني بقول ايش بلون الفم، ايش بلون العدسات. فالحين راح اشوف ايش اللون اللي راح الون فيه العيون او العدسة. يلا نبدأ. بسم الله يا رب مو الوان شاطحة، ما راح احدد لون بس الوان غريبة ما نبغى. اوكي ازرق. صار وقت الفم. احمر. بعد ما خلصنا اللون الاحمر صار وقت لون الشعر. فيلا نبدأ. الحمد لله واخيرا طلع الشيء اللي ابغاه. فاللون اللي ابغاه الصراحه اللي هو اللون الاصفر، احس مره متناسق يعني مع اللون الاصفر. فايب راح استعمل لون اصفر. اجيب درجات اللون الاصفر اللي راح احتاجها. بعد ما انتهيت من تلوين الشعر زي ما انتم شايفين مرة يتجنن، احب اللون الاصفر كشعر، بس اني راح اضيف لمساتي بالجي روب وقلم خشبي ابيض عشان اللمعة، فبخليها بعدين اخر شيء.
بس قبل لا أحط الجيلي رول والقلم الخشبي راح ألون التيشيرت والفراشات بلون واحد. اوكي أزرق. طيب نجيب اللون الأزرق ونلون التيشيرت. اكتبولي أفكاركم في الانستغرام، أحط انستغرامي وحساباتي كلها موجودة في البايو، فاكتبولي أفكاركم للفيديوهات الجاية. أبغى نفس هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة أعطوني إياها متابعيني اللي في الانستغرام، وهناك أنا مرة أتفاعل أكثر من اليوتيوب الصراحة. صار وقت لمسة سحرية من أقلام التحديد، راح تتغير رسمه وتصير بيرفكت مع الجيلي رول والقلم الأبيض. فيلا بينا مستعدين تشوفون النتيجة؟ الصراحة حتى أنا انصدمت. فلتس جو. شايفين كيف مرة 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 حلوة؟ يعني إيش التفاصيل الحلوة هذه؟ مع ان درجة البشرة مرة لا، بس انها حلوة مرة حلوة. كنت بحط لها بلشر بس حسيت اني بخرب يعني التحدي، لان التحدي بس لون اخضر. اكتبولي في التعليقات ايش رايكم بالرسمة وايش افضل شيء. احس افضل شيء الشعر، البشرة مو حلوة ابدا. احس لو كانت وردي بني او بني الصراحة بشرة الغامقة تضبط مرة مع الشعر الاصفر. بس كان هذا الفيديو اليوم، ان شاء الله يعجبكم. اذا عجبكم لا تنسون تضغطون على اللايك وتشتركوا في القناة. بس باي. حبيتها يا ناس، مرة عجبتني. اكتبوا لي كم تعطونها من 10.